هذا المؤتمر كإحدى المبادرات من اتفاقية تعاون بين جمهورية مصر العربية وبين دولة الإمارات في مشاريع للتحديث الحكومي. توقيع الاتفاقية كانت بشكل الأولي له كان في القمة العالمية للحكومات في فبراير الماضي للتعاون والاستفادة من تجارب بعض. اليوم جمهورية مصر العربية أطلقت هذا المؤتمر كي تستفيد دولة الإمارات وجمهورية مصر نستفيد من تجارب بعض بما يحقق التطوير الحكومي للطرفين. فهذا المؤتمر من المؤتمرات اللي أنا أشوفها مهمة جدا كي نتعرف على بعض ونستفيد من تجارب بعض. عينك على العالم.